عطلت هو برنامج أطلقته كازا باتريمون بمشاركة مع المدينة الدار البيضاء وحنا لا ستارت اب ستيشن، خاصة بأن اليونسكو صنفت مدينة الدار البيضاء بين لي فيل كرياتيف، دونك مدينة اللي عندها بزاف ديال الحلول باش تحاول ان شاء الله تزيد نزيدوا القدام بالنسبه لاي حاجه مختصه بالنيميريك بالديجيتال بالتكنولوجيا. وحنا هذا المشروع ديال اطار بغيناه يعاون مساعده دونك سميتو لي زونتربريز انوفانت ستادير المقاولات الناشئه. وتن لي دات اللي مهمين بالنسبه لاي واحد اللي عنده حلول اللي تتناسب هذا المشروع هذا البرنامج، تنقول لهم بان خصهم يكونديداتيو في اتارت.ايما، دونك يقترحوا الحلول اللي بغاو باش من هنا ل 25 ديسمبر ان شاء الله نلقاو نختاروا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الحلول اللي يقدروا يطبقوهم ويكونوا موجودين للدار البيضاء باش يستعمل باش الاستعمال. وهذه الحلول ديال المقاولات الناشئه خاصها تساهم لابراز اهم الاثار في جهه الدار البيضاء، وتنتمناو التوفيق للستارت اب ديال لا ريجيون دو كازابلانكا ان شاء الله.